هنا نستمع من الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الأستاذ جمال العصر. أستاذ جمال، أهلا بيك يا فندم. أهلا يا دكتور، إزي صحتك؟ يعني عامل أنا بحاول إنه أنا يعني المرة اللي فاتت عملنا إيه شحن ضخم جدا، وكنا بنتعامل وكأن النتيجة محسومة والفوز محسوم، لكن كيف ترى هذه المباراة من مقدماتها، من التشكيل، من معرفتك كمان عن الاستعدادات اللي حصلت، عن التدريبات اللي حصلت، عن اللي هو الإعداد النفسي حتى للاعبين؟ يعني احنا تعرضنا للموقف دوت كثيرا، يمكن سنة 90 تعرضنا له مصر والجزائر برضه، كان نفس الموضوع اللي هو مباراة أمام مباراتين أو حلقتين أو جولتين، جولة كانت في الجزائر وجولة في مصر، نفس المشهد، شحن زايد، اتعادلنا 0-0 هناك، كسبنا هنا 1-0 بهدف رائع الكابتن حسام حسن. حسام حسن صحيح. طبيعة الماتشات اللي هي واحد قصاد واحد عشان الوصول لكأس العالم هي طبيعتها كده. فإنما احنا يعني بنملك أشياء رائعة قوي، يعني النهارده المشهد والتنظيم صراحة، يعني التنظيم بالاستاد والتنظيم الجماهيري والدخول، كرنفال، يعني انا بشعر ده كرنفال مبهج مفرح. يعني تبلوهات تقدر تنفع تتحط في ملفات السياحه المصريه، صحيح، لان المشاهد دي مشاهد مهمه جدا. المشهد المهم قبل المباراه، نزول ساديو ماني الى ارض الملعب وبعض النجوم، وده لعبه ذكيه جدا من المدير الفني، انه يجس الجمهور إذا كان عنده شحنة زايدة، إذا كان تخلص يعني يخلص على الشحنة، إذا كان هيهاجم، إذا كان هيلعن، هيسب، هيعمل أي حاجة من الحاجات دي، تخلص على أيدي نجوم مخضرمين زي ساديو ماني. المفاجأة الرائعة إن الجمهور المصري كعادته وطيبته وحسن استقباله وضيافته، مضياف يعني جمهور مضياف العظيم، استقبل ماني استقبال رائع وتشجيع رائع، ودي كانت حاجة يعني أزعم إن ده كان أحسن من العكس، إذا كانوا هم كانوا متوقعين العكس. فأنا شايف إن ده يعني حاجة كويسة جدا وتقدير كويس جدا للعيبة السنغال. الماتش ها الجانبين عندهم استعداد قوي جدا. يعني أنا ما أقدرش أقول لك إن إحنا استعدنا أحسن وأعظم استعداد، السنغال استعدت بمعسكر مغلق في المغرب قبل الماتش، وعندهم اهداف كتيره، وعندهم دوافع كتيره، وعندهم حتى الاستاد الجديد اللي عايزين يعملوا عليه الفناله في دكار عشان يلعبوا عليه الماتش، برضو ده استعداد. احنا عندنا دوافع كتيره جدا في اللعيبه بالذات، يعني عندنا اللعيبه دي يعني عندها تارجت مهم جدا الوصول لكاس العالم، لان صلاح بيحب الارقام والاحصائيات. صحيح. كان صلاح وصل مع منتخب مصر في كاس العالم في 18 عايز يوصل تاني، لان صلاح يعشق الاحصاء والارقام، بحيث ان تكون في فرصه كمان لتقديم حتى على الاقل اداء طيب افضل من الاداء اللي حصل المونديال اللي فات. فاحنا عندنا ايه في الاخر، يعني ايه، خدت جرعات مكثفة في كأس الأمم الأفريقية، وكانت بروفة رائعة للعيبة دي، لأن حتى لما تبص على التشكيل هتلاقي مثلا إيه، يعتبر في تغيير واحد بس، اللي هو عمر جابر دخل في مكان عمر كمان واحد، يمكن ده التغيير الوحيد. إنما تريزيجيه ما يعتبرش تغيير، لأن تريزيجيه من الاساسيين في منتخب مصر، وكان مصاب هناك ولعب برضه مشارك على حساب طلبوش احيانا يعني. فحتى التجانس المفروض انه على 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 كامل نضوجه ونضوج المباراه دي. انا شايف ان احنا يعني الفرقه اللي بتلعب حتى دي مع اعتراضي الشديد على ان انا قلت قبل الكلام ده، قبل الموضوع ده، قبل الماتش باسبوعين مع احد المسؤولين في كره القدم الكبار،
ويقول لي يعني احنا لازم نكسب 2-0 وان شاء الله بتاع. قلت له بس احنا عندنا مشكله ان احنا ما بنعرفش نوصل للجون، فلو قدرنا نوصل للجون اقول لك اه. فلازم صحيح بص صحيح الملعب، بص الملعب لازم يكون فيه حد في بلاي ميكر يعني. ده انا مع احترامي للنني، مع احترامي للسوليه، لحد فتحي، كلهم لعيبه قامات كبيره، لكن ما عندكش بلاي ميكر يعني. انما ايه اللي هو الراجل اللي هو شبه عبد الله السعيد ده مش موجود. ودي النصيحه اللي يمكن خدها كروش اول وصوله مصر من اتحاد الكره السابق، لما قالوا له اذا كنت عايز تكسب اعمل زي كوبر ونفذ شكل الكوره بتاعت كوبر، اللي هو تقفل وسط الملعب ما يتحطش الجون، اهم حاجه وتلعب على اللونج باص لصلاح وهتكسب كده. هو الراجل خد النصيحه دي، بس هو نسي حاجه، ان كان الاول فيه عبد الله السعيد بيعرف يعمل لونج باص، محدش موجود غير السوليه احيانا على فترات بيعمل ده. انا شايف ان مع لازم انكر وجهه نظري دي خالص. طب احنا برضه الراجل بناء على بيلعب كويس بالثلاثه اللي هو بيلعب بيهم لازم برضه، لان فريق الخصم فريق قوي وعنيد وروحه القتاليه عاليه ولياقته البدنيه عاليه جدا. طب بناء على المعطيات دي يا استاذ جمال، يعني قول لنا توقع كده، مش تمني يعني، توقع بناء على المعطيات دي، المباراه دي ممكن يعني تخلص كام؟ المباراه دي متكافئه متكافئه جدا ولكن بيزيد في يعني يزيد، احنا نزيد بنسبه 5% احنا 55 45 نزيد بايه؟ بالارض بالملعب والروح والجمهور والحلم. احنا عندنا حاجات تانية خالص، صحيح. الملعب والجمهور انا عايزهم ان دي عوامل مهمه جدا. عموما احنا هنختبر ال 55 45% دي بعد المباراه، انت مستنينا، احنا جايين لك يعني. بشكرك جدا. انا بشكرك يا دكتور، وتمنياتنا يا رب اليومك من الخير وننتصر فوز مريح، لان المجهود اللي بذل الفتره اللي فاتت حتى في دخول الجمهور، جمهور مفرح، وتفاصيل كتير جدا. اما نقعد بقى بره الهواء نقول حاجه حلوه يعني. صحيح، احجز لنا جنبك بقى. يلا بشكرك جدا، بشكرك جدا الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ جمال العصر.